شو عم تحكي لك رجاء؟ الزعيم بده اياك هيك تعمل؟ ايه هيك قال لي اعمله بالحرف الواحد كمان. نعم وانت رح تنفذ؟ ليش فينا ما ننفذ يا دياب؟ ولا نسيان الاوراق اللي مبصمنا عليها اللي بتودينا حبل المشنقه يا دياب؟ والله معك حق. معك حق يا رجاء. وانت كمان تحت الضرب يا دياب. نعم نعم وين كنا وين صرنا؟ هذا اللي صار يا دياب. وشكله ما في رجعه بنوب بنوب. اخ على ما ناموا فيه ولاي كل شيء صار معنا منها. يا ريت بس صار كله حقيقه يا دياب. والله يا رجب انا خايف من القفله. معقول دياب يخاف؟ لك انا مو خايف على حالي. انا خايف على الحرمه اللي عندي. خايف على ابني اللي جاي على الطريق. خايف كثير من الايام اللي جاي. خليني اتيسر. الله يحميك يا رجب. الله يحميك. والله زعلان من كل قلبي لاني رح اترك الشاغور يا دياب. لا حول ولا قوه الا بالله. لا تزعل عمي لا تزعل الا ما تفرج وترجع معزز مكرم على نص حارتك. حاسسني قلبي ما في رجعه بنوم بنوم. انت اكرم من الله. لا اله الا الله. شو طريق يلا يلا.